واحد بيقول انا بحب بنت مش من ديني، فانا ولد عمري 17 سنة. اعقل اعقل، انت لسه عيل وما تقدرش العلاقة دي توصل لنتيجة. يعني الحب الذي يسبق الزواج بحيث يكون حب طاهر ممكن، زي حب يعقوب لرحيل، لكن ما ده عمره 17 سنة الحب بتاع ده من بيت بيت، لا هو يقدر يتجوز ولا يقدر يفتح بيت ولا يقدر يجيب عفش ولا يقدر يجيب شرط. يعني كمان لو حب واحد من غير دينه ما يقدرش يتجوز الا لو غير دينه. فخليك عاقل، والدنيا مليانة بنات، يعني ما لقيتش غير البنت دي. سماهم سنة الحب اللي فيه حب مراهق، لكن مش حب اصيل. يعني ما تقعدش تفكر فيها كتير، ما تحاولش انك انت تقابلها وتقعد معاها، ما تنشغلش ما تنشغلش بيها في فكرك. بيقول لما اكبر اقدر افتح بيت واصرف على نفسي وعلى بيت، ابقى اتجوز واتجوز واحده من ديني.